أعمال نشر زينب فنان مبدع له حكاية خاصة بكل أمانة وصدق، في رسالة يمكن اليوم من خلال الأحجار اللي من خلالها بيكون رسمة وبيحكي حكاية. فناننا لليوم نزار علي بدر، أهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك على الشاشة الأخبارية. استقبال الأخبارية السورية، بشكر كل جروب العمل اللي إجا ورافقنا بهالرحلة الجميلة لأجمل شط في العالم. نعم، اهلا وسهلا فيكم. اهلا وسهلا فيك استاذ نزار. يعني ما حدا بينسى اللوحه اللي ابكيت فيها كل العالم، وصلت رساله سوريا لكل طبعاً العالم. طبعاً طبعاً. اليوم بس نقول نزار علي بدر والحجر صافون، بنعرف قد ايه في الفنان يوصل رسائل سياسيه انسانيه واجتماعيه عبر الحجر والفن وهو صامت. طبعاً. يعني خليت الحجر يحكي. خلينا اليوم استاذ نزار حابين نسمع كلنا البداية لحضرتك، هذا الحجر اللي انت الملون المشهورة في شواطئ اللاذقية وخاصة شواطئ البسيط والبدروسية، خلينا نقول كيف بلشت البداية عندك انه هذا الحجر تعمله لوحة فنية بتحكي؟ طبعا انا ببداية الحرب الكونية على والارهابية على وطني الغالي سوريا اللي انا منتمي له، لم اقف رماديا او متفرجا، حاولت بأبسط الأشياء أني أنا أنقل رسالة للعالم. طبعاً الغرب التفت لي والتفت لأعمالي التشكيلية بحجارة صافون. طبعاً بداية لابد أن أعرف على اسم حجارة صافون. جبل صافون هو جبل الأقرع، الجبل اللي خلفي أنا هلا هو جبل تشالما اللي توقع على سفحه هي قرية البدروسية. تمام. جبل الصافون هو الجبل اللي بعد ما بين السمرة وجبل تشالما. هو تاريخيا اسمه يعني بعدنا طبعا البعد. طبعا تاريخيا اسمه هو جبل صافون، هو عرش الاله بعل اله السوريين قبل التوحيد. هالجبل هذا وهالاحجار هذه جميله، انا سميته وقلت انه هي الابجديه الثانيه لاوغاريت. خلال سنوات الحرب العشر سنوات شكلت ما يتجاوز 30 الف تشكيل، 30 ألف تشكيل شكلت بحجارة صافون. هالأعمال هذه لامس الضمير كل إنسان عاشق أو أحب سوريا. طبعاً لا شيء يأتي من فراغ. وحتى هذا اللي بدي أسألك عنه. طبعاً. يعني عم نحكي يمكن اليوم خليت الحجر يحكي. كيف خليت يعني بنقول الحجر لما ينطق في رسالة، يعني عم نخليه يحكي وحكيت جانب إنساني مختلف. يعني حجر عم يكون لوحة إنسانية بتعبر عن يمكن مشاعرنا وظروفنا وقديش هي الحرب حاولت يمكن تكسر شي فينا، بس مع ذلك مكملين. كيف الفنان نزار خلى هيك الحجر يحكي؟ وشفنا يعني الفيديوهات اللي انتشرت إلك واستضفناك سابقا، كيف هيك بتخاطبه بطريقة يعني كأنك عم تحاكي؟ نرجع لأوغاريت هالمدينة الجميلة اللي أعطت البشرية وأنا الطريق البشرية بالأبجدية المسمارية. هالأبجدية هذه احتاجت لعلماء آثار لفكر موزة. قول أنا حجارة صافون هي أبجدية الثانية لأوغاريت. طبعاً أنا لما تكون ناشي على الشط وبتكون مهيئ أني أنا أني لم وأجمع الحجارة هذه، أنا في عندي عملية سبر للحجارة أنا ماشي على الشط. انا بعرف كل حجر، قول كل حجر هو حرف ابجدي. وحجارة صافون فيه الاف الاف الاحجار، مثلا الجسد، الايدين، الاجرين، الراس، صحيح لها احجام مختلفه والوان نسميها هذه ابجديه، ابجديه، ابجديه حجر. انا قراءتي للحجر قراءه يعني غير قراءه كل الناس، الناس بتيجي على البحر كده تترفه وتتشمس وتتسبح، انا لا، بيكون عندي هدف اني انا لم حجار حجاري انا مشان اشكل فيه. طبعا الحجار هذه والاعمال هذه والتشكيلات يعني انا ما خليت شيء، حاولت يعني قدر الامكان اني انا شكل كل شيء بخص الناس اللي تعرضت للهجره او تعرضت للفقر او الحرمان او التهميش او الامومه او الحب او العشق، ما خليت شيء الا حاولت انه انا اشكله. أكيد بالفترة الأخيرة لقينا على صفحتك على مواقع التواصل الاجتماعي إنك عم تتجه لكتابة الأسماء أيضاً بالحجر بطريقة كثير حلوة ومعبرة، إنه الاسم حتى صار له هيك رونق خاص بالحجر بألوانه بأحجاره. خبرنا عن هالفكرة كمان، أسماء بالحجر، خاصة قلت لنا كل حجر هو أبجدية بحد ذاته.
طبعا انا بقول انه من رحم الالم ولد هذا الفن، ولدت حجاره صافون. وانا اخصائي في نشر السعاده، انا لما بنشر الاسماء هذه نحن بحاجتك. تسلمي تسلمي. طبعا نحن لانه تالمنا كثير وعشنا 10 سنوات يعني مريره، 10 سنوات كثير يعني، والحصار الجائر على وطننا الغالي. يعني حاولت اني انا اعمل منفذ اني اعبر فيه من خلال هالتشكيلات هذه، الاسماء اسامينا الجميله والرائعه. طبعا في عذاب يعني، اشتغلت حوالي 5000 تشكيل بالاسامي بس لحالها. طبعا طبعا لوحات فنيه انسانيه الى رساله هادفه كنت بشكل مستمر عم تحاول تشكلها وتعبر عن مشاكلنا يمكن ومشاعرنا اليوميه. رح نتابع حديثنا معك ونشوف كيف بتخلق عندك اللوحة على البحر وكيف الحجر بتخليه تحكي بطريقتك الخاصة. مشاهدينا بعد الفاصل. نسم هوا الغربي نسم والقمر عتلال يتطلع فينا ويتبسم شايف حاله قبال. نسم هوا الغربي نسم والقمر عتلال يتطلع فينا بسم شايف حاله قبال. نسم هوا الغربي نسم والقمر عتلال يتطلع فينا ويتبسم شايف حاله قبال. قاصدنا من حبه فينا وعالبيدر جاي يلاقينا، قاصدنا من حبه فينا وعالبيدر جاي يلاقينا، يسهر معنا ويسلينا ويلعب دبكي عغنانينا. يسهر معنا ويسلينا ويلعب دبكي عغنانينا. يسهر معنا ويسلينا ويلعب دبكي عغنانينا. وهوى الغرب علينا ينسم ويردد موال. نسم هوى الغرب ينسم والقمر عتلال يتطلع فينا ويتبسم شايف حاله قبالنا. شو ما إلا له بيسمعنا ومن كلمة بيلحظ عالمعنى. شو ما إلا له بيسمعنا ومن كلمة بيلحظ عالمعنى. شو ما عملنا بيطاوعنا وخطوي خطوي بينقل معنا. شو ما عملنا بيطاوعنا خطوي خطوي بينقل معنا. شو ما عملنا بيطاوعنا وخطوي خطوي بينقل معنا. وهوى الغرب علينا ينسم ويردد موال. نسم هوى الغرب ينسم والقمر عتلال يتطلع فينا ويتبسم شايف حاله قبالنا. نعم نور، يعني هلا انا موجوده على شط البحر مع الفنان نزار علي بدر حجر صافون حتى يكون في معنا لوحه لايف على الهواء وسبيشل لصباحنا غير. يعني مثل ما شايفين بحر جبل حجر صافون. رح نكون معك كمان استاذ نزار، شو رح تعملنا اليوم ولا نحن نحزر؟ لا رح اعمل تشكيل صغير هيك يعني، هو عباره عن امومه ومحبه الوالدين لاطفالهم كمان. طبعا بالحجاره هي اللي جايبتها عن البحر يعني. طبعا هذا حجر صافون، هي الوان طبيعيه، هي الوان الحجر طبيعيه. انا ما بلون الحجر مستحيل. ما بتلون الحجر. لا لا لا. العالم فكرته انه هذا هو بسوريا موجود. طبعا موجود بسوريا، موجود على الشاطئ. عندنا كثير يعني اطنام الحجاره نقلتها لعندي على البيت، على سطح البيت، وعم شكل فيها كمان. وبتمنى انا انه يكون في شيء متحف بهالفن هذا الجميل، لانه في عندي بعض الاعمال متحف بمنطقه الرأس البسيط. هذا المتحف هذا اكيد رح يكون فخر لسوريا كلها، ورح يجوا الناس كلها تزوروا لهالمتحف ان شاء الله بعد الحرب ان شاء الله، او بعد ما بيحل السلام بسوريا رح نشتغل لهالمتحف هذا اكيد. يعني خلينا نبلش لكان بالعمل. قبل انه هذه قراءه، انه حجاره صافون هي عباره عن ابجديه. هالابجديه هذه انا بشتغل فيها، انه هذا الراس، هذا الجسد، هذول الايدين، هذول الاجرين مثلا. عرفتي كيف استاذه؟ بشتغل فيها بطريقه انه انا قراءه للتشكيل. هالقراءه هذه اكيد رح تنتج معي عمل متكامل بكل المقاييس. اكيد.
يعني حتى عم نشوف استاذ نزار شط البحر فيه احجار ملونه حتى، لكن حجر صافون مثل ما قلنا موجود بمنطقه بين السمره وكسب، وهو يعني يعتبر مثل ما قلنا تعتبره مثل الابجديه، له مقاساتها متعدده واحجام تختلف حسب كل لوحه وشو بتناسب انت بتقدرها. يعني في لوحات كتير عملتها، أكثر لوحة اللي هي أخذت صدى كمان خبرنا عنها. هي عمل الهجرة اللي طلع بالإم بي سي، هو كان رسالة بالنهاية يعني كمان حتى الشعب السوري كمان حتى السوري. رسالة إنسانية. طبعاً رسالة إنسانية، رسالة إنسانية للعالم كله، يعني العالم كله لفتوا إنه كيف نزار بشكل وكيف بقرأ الحجر، الحجر هذا جميل كيف أنا بقرأه، شو الطريقة اللي أنا بشكل فيها هالرجل وهالمرأة وهالطفل والأطفال يعني. يعني هل التشكيلات هذه اكيد انا على ثقه تامه انه الناس كلها عم تتابع صفحتي وعم تتابع شغلي ونزار شو عم بيشتغل وشو الطريقه اللي بيشتغل فيها، عرفتي كيف؟ انا بحاول اعطي النسب والتناسب والايحاء الصحيح لكل عمل بيشتغله، يعني ما بيشتغل عشوائيا، ما بصير انا اشتغل عشوائيا واشتغل يعني بطريقه ما أنا صحيحه، لانه صارت قراءتي للحجر اكتملت القراءة المضبوطة والصورة المضبوطة لكل تشكيل. في عندك حدا كل حدا بيقرأ الرسالة اللوحة اللي بترسمها بوجهة نظر ولا لا هي مفهومة رسالة مفهومة للكل؟ لا طبعا الناس كلها رح تشوف هلا بدنا نشوف نحن طبعا التشكيل. شوفي لحظة انت الحجر هذا يعني عبارة عن قبيعة شوفي كيف حلو كثير قبيعة يعني عرفتي كيف؟ برنيطة طبعا برنيطة هو الولد قبيعة باللادقانة مشان الناس ما تعرف الفينيقي طبعا ملاحظي كيف انه انا عم بشكل بطريقة انه انا اعطي في نسب للعمل تمام. اللي بشكله يعني الأحجار الطويلة عم نشوفها أستاذ نزار عم تستخدمها للجسم أو الرجلين أو الإيدين حسب كل حدا أنت أيوه مثل هذه عندك حجر كان إيد يعني ها لاحظتي كيف أنا بحط لها إيدها هون للبنت وهذا الرجل هلا أنت بتبرد الأحجار شيء ولا لا هي لا هيدي الأحجار هي موجودة مصقولة البحر تعطي الموج والبحر هو اللي إيه طبيعي 100% ما بصير أنا أبردها ولا بصير إني أتدخل فيها بأي شكل من الأشكال. طبعا في عندي أنا كمان بشغل في عملية توازن، أكيد رح يكون في عملية توازن بشغلي لحتى أنا أوصل للشيء اللي بدي إياه. العمل التشكيلي بالحجر لما بتكون القراءة الصحيحة للتشكيل أكيد رح يطلع عندي عمل متكامل، ما في مجال يعني أكيد رح يطلع عندي عمل متكامل وعمل متجانس وعمل كثير رح يقروه المتابعين بشكل أنه هن يكون الصورة عندهم بشكل مضبوط عفوا بشكل صحيح. هلا عم تستعيني باحجار من الشط؟ طبعا ممكن يكون منقص شي حجر طبعا هلا بشرح لك العمل بشكل مضبوط وبشوفي هالجماليه اللي طلع فيها العمل. طبعا انا دائما ما لا يعني اغلب اعمالي ما بنسى فيها هالشمس اللي بحطها، الشمس دائما موجوده صح؟ شو السر انه موجود دائما؟ هي الامل لسوريا جديده ولا سوريا ان شاء الله بالمستقبل ان شاء الله تكون افضل، نتخلص من هالارهاب ونتخلص من هالفساد والفاسدين الموجودين في هالوطن. كمان نحن بدنا نعيش، بدنا نبني وطننا بالمحبه. خلصت اللوحه؟ خلصت، بس انا ما خلصت حكي لانه مخهور كثير. اكيد نحن بدنا نسمعك، جايين لنسمعك، واكيد يعني قبل ما نسمع كل كلامك الحلو استاذ نزار، اللوحه هي عم تمثل الامومه، الرعايه، الحنيه، الانتماء ايضا. خلينا طبعا هي انتماء للارض السوريه، انتماء عظيم وكبير كثير يعني انا بتمنى هلا وجه تحية من قلبي لكل جرحى الجيش السوري العظيم، هالجيش اللي قدم وسطر أروع ملاحم البطولة، وبترحم على جميع شهدائنا، هدول الأنبياء الحقيقيين اللي بعترف فيهم أنا، هدول اللي أعطونا القوة وحافظوا على سوريا وصانوا كرامة سوريا، وهي طبعا سوريا عظيمة كتير وهدول زادوا عظمة لسوريا الشهداء.
طيب يمكن كل لوحة عم يكون فيها رسالة إنسانية، مثل ما قلنا أستاذ نزار رسمت لوحة على شهداء الجيش بتعبر عنها أو لجرحى الجيش العربي السوري. طبعا طبعا أنا منسيت حتى المصابين الحرب كمان شكلت لهم كثير تشكيلات، وهدول يعني مستحيل اني انا انساهم، لا الشهداء ولا المصابين. دائما انا يعني بامكانياتي هي الحجر، يعني انا لو فيني اقدم له الروح يقدم لهم اياها. انا دائما قضيت 40 سنه على هالشط هذا، باحث عن الحجر من 40 سنه، موجود هالفن هذا حجار الصافون. بس لما اللي بدأت الحرب الكونية على وطني أنا بلشت أشتغل فيه وشكلت أجمل الأعمال. وهلأ كونوا إعلامنا وطني رح بوح بسر جميل كتير. أنا رح شكل عمل أنا هلأ عم جهز له، هو طوله 5 متر. حلو. عشط البحر؟ ما بعرف وين بيصير، ما بعرف يعني هسه عم جهز له، يعني يتجاوز طوله 5 متر. بدي انا حيكون فيه حوالي 200 كيلو حجر، وبدي شكله العمل هذا على طبعا بوجود الاعلام يعني اكيد. بس في شغلي هون ممكن تقولي لي انت ايه عادي يعني وين ما شكلي، اي حدا بيشكل عمل طوله 5 متر. شو المميز؟ المميز فيه انه رح اكون عاصب عيوني بدون ما اشوف. تحدي هذا طبعا القلب فيه كمان يحكي طبعاً. مو بس الحجر، احساس الايدين. احساس الايدين طبعا. هذا العمل رح اشتغل عليه تكرمي، لانه سوريا تستاهل كثير، هالوطن الغالي بيستاهل كثير. وحتى ما بننسى نحن الفنانين يعني التشكيليين اللي عم يبذلوا جهدهم بايصال طبعا رساله لكل العمل عبر الفن. نحن بنتشكرك كثير استاذ نزار علي بدر حجر صافون، وعلى هاللوحه الجميله اللي هي بتعبر على الانتماء، سوريا الام، سوريا الوطن اللي بيستاهل مثل ما قلنا كل الحب والمحبه من استاذ نزار علي بدر كمان. وبهالخبريه اللي خبرنا عنها انه رح يكون في عمل مميز بطول 5 متر معصوب العينين رح يكون كمان على شاشات اعلامنا الوطني، لنن كمان لنشوف شو هالسربرايز اللي مخبى لنا يا الاستاذ نزار. شكرا لك استاذ. شكرا كثير لكم، وشكرا لجروب العمل اللي تعب معنا اكيد وشوق طبعا. عوده لك. شكرا لك. عوده لك يا نور لتتابع فقرات صباحنا غير. شكرا لك زينب، وتحية للفنان نزار، وناطرينه بالمفاجأة الجديدة.